قصة اليوم قصة جن، لكن راح أوعدك إنه هاي القصة بيها كمية معلومات مرعبة وخطيرة وكل الناس غافلة عنها، وأحيانا الناس تدخل وتشاهد فيديوهات عن هاي المواضيع، لكن هالمواضيع خطرة. صح هاي المواضيع ما إلها أي صحة، لكن هاي المواضيع تعتبر ثغرة للجن أو الجن الشيطان اللي يكون قريب من عندك. إذا سامع بيوم من الأيام بالشاكرات أو العين الثالثة أو الإسقاط النجمي، كلها هاي أشياء اسمها علم الطاقة أو التواصل الروحي وغيرها من المسميات. يعني كل شي بيه أمور غيبية، التاروت ما أعرف شو يسموه، قراءة الكيف، كل هاي الأشياء تندرج يعني تحت علوم الطاقة، لكن بالحقيقة هذا الشيء يجلب الجن إليك. ما أريد أتكلم عن القصة نهائيا لأن ما أريد أحرق الأحداث عليكم، لكن بهاي القصة راح تعرفون أسرار خطيرة عن هذا العالم الخفي. فقبل لا أبدي بالقصة أريد من عندكم الصلولة على الحبيب المصطفى وذكروا لي الله يا جماعة الخير، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي بقصتنا. اسمي إبراهيم وارد أحكي لكم قصتي واللي حصل لي. طبعا أنا عندي أخو اسمه يونس، ويونس توفى بال2008 وأنا بعدها انتكست، لأن هو كان التوأم مالتي. تخيلوا أحيانا إذا هو يتعور أنا وراه فترة أتعور، والصراحة كنت أحبه جدا، لكن بعد وفاته خفت وارتعبت أنه أنا راح أموت. كنت ما رايد أموت، وبما أنه هو لما يصير بي شيء يرجع أنا يصير بي الشيء نفسه، فكنت أخاف أو العكس. وبعد ما توفى ظليت منعزل فترة لغاية ما عدت فترة وجيزة من عمري، لكن أني انطويت نسبيا وقمت ما أطلع نهائيا، وحتى للمدرسة ما قدرت أداوم. إيش قد حاول وياي والدي وديني لكن بدون أي فائدة، وهالشي ما جاب نتيجة. وخير شي عافوني على مي، لأن الدكتور قال لهم لا تحاولون تضغطون عليه، أخاف ينتحر لأن هاي أمراض نفسية صارت عنده. ظلت فترة يمكن 4 شهور ورا معالجات الطبيب، وأنا جالس بالغرفة ما أطلع أبد، بس يدخل إلي الأكل ويرد يطلع حتى السمنت. وكنت قاعد 24 ساعة على الجوال أو الحاسوب، أحيانا أطلع صور أخوي وأظل أطالع به، لغاية ما يوم من الأيام وأنا جاي الصفح بأحد المواقع عرفت أنه أكو علوم الطاقة وأكو ناس يعني يعلمونك هذا الشيء أو مدربين، وأكو بيهم مجانيا وأكو بيهم بفلوس وأكو بيهم حتى فاتحين مكانات للتدريب، لكن للأسف ما كان موجود بدولتي. فبيوم من الأيام دخل علي والدي، ووالدي الشخص الوحيد اللي أنا كنت يعني أتحمله وما أطرده، كنت أخاف من عنده. لما يدخل يمي بالغرفة صح أظل مبتسم بوجهه، لكن أشعر قلبي يريد يطلع من صدري، ما أريد أشوف أحد. أما بالنسبة يعني للباقين إذا كانت والدتي أو أقارب فأطردهم مباشرة. المهم يوم اللي دخل ليمي ظل يتكلم وياي عن موضوع له، شافني الصفح به وقال لي هاي شنو علوم الطاقة. طبعا والدي ما كان هدفه يعرف هذا شنو، كان هدفه بس يتكلم. كنت أشعر أنه أكو شخص يعني عبالك يقرأ الأفكار مال مقابيلي، وقمت أجاوبه وبعدها قلت له هذا يعلمك على علوم الطاقة وغيرها. طبعا والدي ما اكترت للموضوع، وقام بين فترة وفترة يدخل علي وأنا كنت مداوم بالموضوع لغاية ما عرفت أنه أني ما مصالح ويا نفسي. طبعا هذا الشيء مريود أنه أنت تصالح ويا نفسك، تعترف بأخطائك، هاي كلها أشياء مريودة في سبيل يعني تخلي نفسك إنسان ثاني. لكن اللي جاي يصير وياي العكس. صح أنا صالحت روحي، لكن ما جاي أحس يعني بالرضا الكافي، وقمت أبتعد عن الناس وعن أهلي أزيد لغاية ما انطويت تماما. أتخيلوا قمت ما أفتح الباب مال الغرفة وأقول لهم ما بي أي حاجة، وبما أنه أهلي أحيانا يشوفوني ما بي شيء يعني يوم اللي أروح الدورة المياه يعرفون أن الموضوع طبيعي وخلص عوفة على راحته، وظليت متروك فترة لغاية ما عرفت هواي أشياء. عرفت أنه أكو شاكرات بداخل الإنسان وعددهم 6 أو 7، المهم ذن الشاكرات تقدر تنظفهم وتقدر تقرأ أفكار
المقابيل، وتقدر انت تصير وسيط روحي بين اثنين، وتقدر تتواصل ويا اي شخص. والاخطر من هذا كله، تقدر تتواصل ويا الشخص الميت، او احيانا تقدر تحضره بذهنك او يصير قدامك، وتقدر تتكلم وياه ويجاوبك، والكلام مالتك مو مجرد بس سؤال وجواب، حتى اشياء صارت يعني عندك يعني ورا ما مات هو. كل هاي الاشياء كنت انا اجمعها كمعلومات، لكن بعدها تعمقت جدا بهالموضوع، وحبيت انه انا ابدي يعني بالسلام الروحي، وبديت بالسلام الروحي وتنظيف الشاكرات وفتح العين الثالثة والاسقاط النجمي. واكثر شيء يعني كان يصير عندي هو الاسقاط النجمي، لكن كان عكس. صح انا كنت يعني ويا مدرب احيانا يكتب لي عدة اشياء واقول له صار بيه كذا وكذا ويسمعني للاخير، لكن اني الاسقاط النجمي كان مرعب عندي، وكنت ما اقدر اتحكم بيه نهائيا. احيانا مجرد ما اجي ادخل بالفراش اريد انام، احس نفسي حرفيا اطلع او روحي تطلع من جسدي، واشوف نفسي نايم، واروح المكان ثاني. وهالاماكن اللي كنت اروح بيها من سابع المستحيلات بالحقيقة اقدر ادخلها، لان الاماكن تكون مرعبة ومخيفة، والناس اللي اشوفهم ما كانوا ناس طبيعيين، لكن ما كانوا يأذوني ابد بس يطالعوني. واذا هسه وصفت اشكالهم فاكيد انتوا راح ترتعبون وتخافون. ومن ضمن دول الاشخاص اللي كنت اشوفهم هم ناس يعني ملابسين اي حاجة، لكن عوراتهم مستورة يعني بصورة غريبة او فوقها مثل الغشاء. وذول الناس احيانا يكون عندهم اجنحة، وحتى جوا ايديهم لما يرفعوها كأنه اكو يعني شيء، وكانوا مرعبين ومخيفين، لكن ما كانوا يأذوني ابد. واحيانا اشوف اطفال، والاطفال ذول لهم ديل وشعرهم عكش، يا اما اسود يا اما شعر اصفر، وكانوا عرات كذلك. لكن كل الاماكن اللي كنت ازورها بالاسقاط النجمي اللي يعني ما اقدر اتحكم بيه، اماكن مهجورة وخالية ومرعبة. وبعدها الشخص هذا لما قمت انقل الى الاشياء اللي تحدث وياي، قال لي انا هنا وما اقدر اسوي لك اي حاجة، وراح اعرفك على بني، انت عندك واتساب؟ قلت له ايه انا عندي واتساب. كان يقول لي اسمع، راح اضيفك بجروب، والجروب هذا احذر توزعه واحذر تنطيه لأي أحد، وأنا راح تلقاني هناك. تدخل لأن أنت صرت بمرحلة متقدم، وأنا ما راح أقدر أسوي لك أي حاجة. ويانا بنية اسمها صمت، أنت أدخل بالجروب وشوف يعني وحاول وياها، هي شوية انطوائية وما متواجدة دائما، لكن تفيدنا وعدها أشياء وعدها تخاطر روحي. ذاك الوقت حسيت يعني أن الأمر بأشياء روحانية، لأن أنا هم قرأت عن هذا الموضوع شوية لكن ما اكترثت بي زيادة، لغاية ما دخلني بجروب مال واتساب كل الأعضاء اللي كانوا بي 11، لكن المتواجدين هم 2 إلى 3. وبيوم من الأيام دخلت لهالجروب ولقيت هالبنية موجودة. يوم اللي دخلت وبديت أتكلم وياها، مباشرة يعني نادتني باسمي، أول اسم اللي كان يدلعوني بي أهلي، فاستغربت جدا كأنه هاي البنية تعرفني. وبديت أتكلم وياها وهي تجاوبني، وكانت كل ما تجاوبني بجواب ترجع يعني تضيف يعني من عندها كلمات، لكن هالكلمات صايرات وياها، لغاية ما فسرت لي الموضوع اللي جاي يصير. قالت لي أنت عندك شخص عالق يعني بزمن من الأزمان، ولهذا السبب روحك جاي تطلع يعني وتروح الأماكن مهجورة. فقالت لي أنت عندك أخوك المتوفي روحه بعده ما صاد. طبعا ملاحظة صغيرة قبل لا أكمل القصة، هالكلام هذا من الشركيات وحرام، الروح إذا طلعت انتهى الموضوع، يعني ما تظل موجودة بمكان، لكن هذا كله وهم. المهم كان تطلب من عندي أنه أوقف، ما أظل أتكلم لأن هاي محادثة عامة. قالت إذا تحب تعرف أشياء أكثر لازم تدخل إلي خاص، ودخلت إلها مباشرة وبديت أتكلم وياها، وكانت تقول لي إذا تريد تتحدث وإذا تريد تفتح عينك الثالثة أو تعرف الأشياء كلها وتصير وسيط روحي، وراح تقدر يعني تتخطى كل الأمور اللي بيك، وبدت تعدد لي الأشياء اللي صار عندي بالبيت، وما كنت أعرف هذا الشيء يعني مجرد سحر لا أكثر. ف
فقلت لها شنو المطلوب مني؟ قالت اريد من عندك مبلغ من المال، ولا تخاف المبلغ هذا مو هواي، وانطتني مبلغ وفعلا ما كان هواي. قالت لي بكل جلسة نتحدث انا وياك بيها المدة الساعة اخذ منك هذا المبلغ، وحتى ضحكت وقالت لي يعني حتى اذا فوق الساعة بشوية ماكو اشكال. طبعا انا بذاك الوقت يعني الوالد كان عنده حساب بالبنك وطبيعي واقدر يعني احول من حسابه، لكن اذا طلع هالمبلغ اكيد والدي راح يسألني. فرحت لوالدي وقلت له محتاج كذا وكذا فلوس اسحبها، مو عارف شنو، قال اسحب من حسابي. فبذاك الوقت قلت له لا، مو انا اشتريت غراض ولازم ادز ولازم كذا. والدي يعني ما يدقق وياي بالتفاصيل، واصلا يفرح لما اروح واتكلم وياه، واعتبرها يعني نقطة بذاك الوقت ايجابية انه انا يعني قمت اتكلم واريد. قال لي اخذ اللي تريده، وبعد ما حولت الها الفلوس بدت تعلمني على عدة شغلات. واول شي قالت لي لا تسبح نهائيا بمي وحده، لازم تسبح بمي وتخلي عليه ملح، والملح يعني الصخري بعد. طبعا قمت اسوي هذا الشي واكرره يعني بشكل يومي تقريبا، وكنت كل ما اريد اتكلم وياها احول الها فلوس من تلفون الوالد، والوالد بذاك الوقت ما كان يتكلم وما كان يقول المن جاي تدز هاي الفلوس، لان كانت المبالغ مو كبيره، المبلغ صغير. لغايه ما يوم من الايام قلت لها انا ما جاي احس باي شيء، قالت راح يجيك يوم تحس ومصيرك راح تعرف هواي امور. وصدق بهاي الليله ورا ما كملت المحادثه انا وياها قلت خلي اطوب للحمام، وانا متعود اطب بوقت متاخر ما اريد اهلي يكونون قاعدين. وفعلا نزلت جاي اتمشى وحضرت الملح وياي، فحطيت الملح يعني بالمي وبديت اخوض بالمي في سبيل يذوب كل الملح. اللي صار سمعت صوت، والصوت هذا كان غريب، لا صوت والدتي ولا صوت والدي، كانه صوت مال طفل رضيع وجاي يبكي يعني بصوت خافت، او تقدرون تقولون بصوت متقطع. فاستغربت منو هذا الطفل اللي موجود عندنا بالبيت. فتحت الباب مال الحمام وبديت اتبع الصوت، وكان الصوت جاي من غرفة عندنا جوا، وهالغرفة هاي كانت متروكة وانا كنت انام بالقاط الثاني. هاي الغرفة سابقا كانت الي انا واخوي بالطابق الارضي، لكن بعد ما صار الحادث وتوفى انا من ساعتها قمت انام فوق، لان اذا ظليت جوا يجون علينا اقاربنا خطار، وما اريد اشوف احد وما اريد اكلمه. فاستغربت الصوت كان جاي، فحاولت افتح الباب كانت مقفوله والصوت كان يزداد، وما طلع الصوت في سبيل يعني اهلي ليقعدون. رحت دورت على المفتاح وما لقيته، فقررت اطلع وافتر يعني ورا البيت. كان اكو شباك مطلع لبرا مال هاي الغرفه، بلكي اشوف احد موجود به، مع العلم الاضاءه كانت طافيه. صار عندي فضول مو طبيعي لان كان الصوت قوي، فطلعت اتمشى ورحت حاولت اشوف حاجه ما لقيت. وبثناء ما اني حاط وجهي وحاط ايدي بهاي الطريقه في سبيل اشوف، تخيلت انه اكو قدامي احد جاي يطالع بيه. ويوم اللي فتحت زين فعلا كان اكو احد، رجعت لي ورا مباشره، هذا اكو احد بالغرفه، صح ما ميزت وجهه ما شفت ملامحه عدل، لكن شخص موجود بغرفتنا، وحتى الصوت اللي كنت اسمعه مال الطفل اختفى. فطبيت مباشره للبيت اركض، طبعا ما خفت من عنده هذاك الخوف القوي، لان اني كنت احب العالم الغامض نوعا ما، بسبب انه انا ظليت قاعد وحدي يعني بالغرفه ومنعزل. فاللي سويته طبيت لي جوه، رحت يم الباب حطيت اذاني حاولت اسمع، انقطع الصوت، وبعدها قلت خلص خلي ادخل الحمام واسبح يعني. فيوم اللي دخلت اتفاجأت انه المي اللي انا ترسته وخليت بيه ملح لقيتها ما موجود ومكبوب. ومرة ثانية فتحت يعني المي وترست وحطيت ملح وانا جاي اخوط بيه، ويعني شلون جاي ادندن ويا نفسي، حسيت انه اكو احد وراي او جسم بيه حرارة قريب مني. يوم اللي التفتت لقيت واحد وياي بالحمام، الشخص اللي كان موجود بالحمام ما كان بشري نهائيا، مرعب، لكن هيكله هيكل مال بشر، اما بالنسبه لشكله كله فكان مرعب كانه شخصيه مال فيلم
رعب. وطبعا ما حكيلكم الخوفة والخرعة اللي كانت عندي، اتخيلوا شعر جسمي كله وقف وانا كنت ما لابس اي حاجة، فاستغربت جدا من عنده وقمت ما اقدر اتنفس وما طلعت صوت غير يمكن كلمتين، وقلت له انت منو؟ رد علي بصوت ناصي وتقرب من وجهي بعد، كان يقول لي تعبتني جدا وانت تسبح بهذا المي. طبعا المي كان يعني متروس، كان يكبه للمرة الثانية، ايده كأنه طويلة لان ما نزل جسمه غير شي بسيط وقدر يكب المي. قال لي خلص عوفك من هاي الاشياء. بعدها ما تحملت الموضوع وصرخت بصوت عالي مغمى علي. دخلوا علي اهلي وطلعوني، ويوم اللي سألوني ما جاوبتهم الصراحة ولا قلت لهم ماني شفت احد. قالوا وش بيك؟ قلت لهم ما اعرف سمعت صوت، وابويا قال لي معقولة تعيط هاي العيط العالي يعني بسبب صوته ونلقاك مغمى عليك؟ قلت له هذا اللي صار. فتركوني وانا رجعت صعدت للغرفة فوق، ما اعرف شنو اللي اسويه، هو اللي شفته حقيقة ولا مو حقيقة؟ معقولة اني عيني الثالثة انفتحت وقمت اشوف الجن على اشكالهم وغيرهم، وبدت الوساوس توديني وتجيبني، لكن كل شي كان يعني يطلع لي انا انطي تفسير منطقي، يعني مثلا اي انا قمت اشوف الجن، اي اكيد اشوفهم عادي، ليش اني شنو ينقصني حتى ما اشوفهم؟ مثلا يعني اي انا الشاكرات نفت عدي، اكيد هسه راح اقدر اتواصل ويا عالم الجن او عوالم ثاني، فكنت يعني انطي نفسي فد قيمة معينة. فاللي صار هنا أنا يعني دخلت وقلت خلاص انا اروح وسله. هي كانت دائما تقول لي ترى اني ما اجاوبك اذا يعني ما تحول الي، فكتبت لها رسالة وبعدها وضحت بهاي الرسالة انه اني ظهر لي شخص كذا كذا مواصفاته، وكان متميز بشغلة بعد، عنده نجمة موجودة يعني بين عيونه او شوية لفوق يعني بجبهته. فيوم اللي قلت لها مباشرة هي جاوبتني وقالت لي وين شفته. لما قالت لي هاي الكلمة يعني عرفت انه هي راح تجاوبني، فبدت تسألني عدة اسئلة وكانت تقول لي خلص انا بعد ما اقدر اساعدك وانت خلاص لازم لا تراسلني لا تحاول كذا. ما كنت اعرف هي شبيه، ردت اعرف هذا الشخص منه، كانت تقول لي خلص انت هسه صرت حتى اقوى من عندي، لكن انا ما كنت احس بهذا الشعور، كنت احس انه هي يعني ناصبة علي او تضحك علي بالموضوع. فقلت لها انا خايف ومرعوب من الموضوع كله، اريدك تساعديني، شنو انت تقولي لي انت اقوى مني صرت او كذا لي شو انت شنو؟ كانت تقول لي اسمع، هذا اللي انت طلع لك او تواصلت وياه هذا جن او هذا شخص راح يساعدك. حكتها بكل صراحة لي، قالت لي هي هاي احتمال عينك الثالثة. المهم ردت مرة ثانية وسألت لي، قالت لي انطيني مواصفاته عدل، فبديت انطيها بمواصفاته عدل، فقالت لي انتظرني دقائق. انتظرتها وكانت تروح يعني شوية وكانت دز لي صورة. يوم اللي دزت صورة، طبعا الصورة كانت من كتاب قديم وما اعرف اذا هي كانت مصورتها، لكن بيها يعني عدة كلمات كانت يعني راسمة عليهم في سبيل الاقران. اما بالنسبة للصورة اللي موجودة كانت بيها الشبه تقريبا 90% من الشخص اللي شفته، لكن هذا موجود في كتاب، نفس النجمة اللي موجودة بجبهته، نفس الطول تقريبا، الشكل كان يشبه مثل ما قلت لكم بشبه قوي جدا. قلت لها نفسه، كان تقول هذا راح يضل يتواصل وياك، لا تخاف من عنده ولا ترتعب، هاي بس البداية، يظهر لك هيج احيانا راح تقوم تشوفه يعني بوجوه الناس العاديين. طبعا بعد ما كملت كلامها قالت انا نعست راح اروح انام، وفعلا راحت نامت، وانا تقريبا على الساعة 4 نمت. يوم اللي قعدت لقيت كمية رسائل من عندها مو طبيعية، كلمني ضروري ما قدرت انام، شفت كذا شفت كذا، اذاني انت قايل لي اذيها؟ ما كنت اعرف شنو اللي تقصده، وجاوبتها يعني بكل برود، ويمكن هاي كانت يمكن ثاني مرة او ثالث مرة تتكلم يعني وياي الصوت، كانت تقول لي ساعدني، قل له خليه يبتعد عني، البارحة بالليل ما خلاني انام. ما كنت اعرف كلام هاي البنية صح ولا غلط، فبديت يعني ادور على شخص ثاني اتكلم وياه، لكن هذا الشخص او هاي الشخصية او هذا الجن او الشيطان ما شفته يعني لفترة يمكن اسبوعين، لكن بديت اتعمق اكثر واكثر
بالعالم لغاية ما قمت أتحكم بالإسقاط النجمي اللي كان يصير عندي لا أراديين. يعني مجرد ما أنام أقول أنا اليوم راح أسوي إسقاط نجمي. صح أسوي إسقاط نجمي، لكن ما أقدر أتحكم بروحي. قمت أقدر أتحكم بالوقت فقط، لكن تحكم بروحي ما كنت أقدر، وكنت أروح النفس الأماكن وما كنت أعرف شنو اللي جاي يصير وياي. وبعد 5 أشهر تقريبا كاملات صرت إنسان ثاني، اتغيرت 180 درجة. قمت أطلع وأطب، وحتى نفسيتي اتغيرت. لكن يوم اللي أجي أريد أنام بالليل ما أنام وحدي، ألقى يعني وحدة تنام بجانبي، وأحيانا ألقى شخص يوقف قدامه ويظل يطالع بي. أحاول أتواصل وياه بالكلام ما يتواصل أبد، لكن هالبنية هاي كنت أشعر به شعور غريب، وقمت أعرف هواي أشياء. أتخيلوا إذا يجي شخص علينا يدخل للبيت، أعرف هواي أشياء عنه، وأبدي أسأل الناس، حتى أهلي قاموا يخافون مني. لكن بالفترة الأخيرة عرفوا أنه أنا طبت من حالتي النفسية وقاموا يحبوني، لكن قمت ما أقدر أقعد وياهم. هواي أكو أكلات أنا ما كنت أكلها وما أحبها، وما كنت أعرف أنه أنا ممسوس من جن أو الجن خلص متمكنين مني. تقدرون تقولون يعني أنه أنا شكلي من برا نظيف ما بي أي حاجة، لكن أنا من الداخل خرابة أو من الداخل مهجور. كنت أسوي أمور شركية قوية جدا، لأن ما قدرت أتواصل ويا الجن، وما قدرت يعني أسوي الشاكرات والعين الثالثة وغيرها إلا تواصلت ويا الشخص، وهالشخص هذا كان اسمه إدريس، وتواصلت وياه مجاني تماما، وقال لي أنت عندك كذا وكذا، وأنت عندك خادم، والخادم هذا معجب بيك وبشخصيتك، وهذا الخادم كأنه مثلك، وهسه هو مطيع لك، اللي تريده يسوي لك إياه، لكن أكو شغلات هو ما يسويها، ما راح يعتذر، راح يكتفي أنه هو يرحل عنك ويرجع بعد فترة. وهذا الجن أو هذا الكيان، هذا الشخص خلاني أتواصل وياه بعد ما طلب من عندي أكتب عدة طلاسم على جسمي، دزت صورة وموضح بيها كل شيء، يعني أكتب على قدمي اليمنى واليسرى، من جوا من فوق، على أصابعي، على إيدي، على صدري، على جوستي. قال لي وتنام يعني عاري تماما، وفعلا أنا قمت أنام عاري تماما طول ذيك الفترة. أحيانا تجي علي يعني استحلام أو أشياء أو أحلام تكون غريبة وزادة 18، حتى ويا أصغار ويا كبار، أشكال كانت غريبة جدا، حتى أحيانا مو بشر. فأنا ما كنت أعرف كل هاي الأشياء، لكن بالمقابل أنا عندي فتشي كنت مركز عليه، هو أنه أنا أقرأ الناس وأفكارهم. وبيوم من الأيام طلبت من الجن اللي عندي اللي كانوا يجلسون وياي بنفس الغرفة، طلبت من عندهم أشوف أخويا وأتكلم وياه بعد ما صار حديث بيني وبينهم أن الناس لما تموت وهنا تروح. فقالوا الناس أول ما يموتون راح يخرجون من قبورهم، حتى إذا تلقى يعني جثة لهم فهاي الجثة يعني مجرد عظام لا أكثر، هم مباشرة يطلعون لهم حياة ثانية، وماكو آخرة وماكو كذا وإلى آخره من هذا الكلام. فقلت لهم أنا بدي أتواصل ويا أخوي. قالوا لي وين تريد تتواصل وياه؟ تريد تتواصل وياه بالبيت أو خارج البيت؟ وطبعا طلبت خارج البيت، لأن هم عندهم شروط، وخفت أنه أنا ما أقدر أسويها بالبيت ووالدي يعني ووالدتي، وما كنت أعرف، لأن هم قالوا راح تتواصل ويا أخوك. فقلت احتمال أخوي إذا رجع وهل شافوه. بذاك الوقت كانت هاي عقليتي، كنت مؤمن بيهم إيمان قطعي ومطلق. فاللي سويته اختاريت انه خارج البيت، وقالوا لي ما راح نطلب منك اي حاجة، انت راح تقدر تشوفه وطبيعي، مجرد انه انت تجيب اي شيء يعني بدم وتذبحه، ومعروف شلون راح تذبح، يعني ما تذبحه وتسمي عليه او كذا، فتذبحوها هي والخلاص، والشيء اللي تنطيه الناس تقول لهم انه هذا ثواب او اي شيء، يعني حتى ما راح ينشمر. وفعلا سويتها، وبعدها التقيت بأخوي بمكان أو بمنتزه على شارع عام، وهالمنتزه هذا ما كان أكو أحد يقعد به، حتى الشجر مات ميت وتعبان، والمصاطب مات مكسرة. قالوا لي راح تلقاه هناك، ورحت ورا يعني المغرب، وظليت وياه بحدود
إلى 15 دقيقة. سلم علي واحتضني وباسني، وحتى قال لي أنا مشتاق لأهلي، ويتكلم وياي طبيعي. حتى عمره تقريبا كبر يعني بنفس عمري بالوقت الحالي، وحتى ملامحه شوية تغيرت. وهذا الشيء يثبت لنا أن الجن يقدرون يشكلون أو يقدرون يشكلون فد صورة نمطية أبراسك أنه أنت جاي تشوف شخص، واحتمال حتى تشعر به. الجن يقدرون ينطونك هذا الشعور وأزيد بعد. فاللي سويته بذاك الوقت وأنا محتضنة وأسولف فيها، قلت له أنت ليش ما ترجع للبيت؟ قال أنا لقيت السلام الداخلي وأنا كذا، وأنا مرتاح أكثر لمن ما كنت عايش بالبيت، فأنت أكيد يعني تختار إلي الراحة. وبعدها كان يقول لي أنا لازم أروح. يوم اللي ابتعد عني خطوتين شفت أشخاص اثنين. هذول الأشخاص كانوا مظلمين لدرجة مو طبيعية وما تتخيلوها. أتخيلوا يعني من الظلام مالتهم كأنه حفرة غميجة، كأنه ظلام حالك. الظلام مالهم كان مو طبيعي، كأنه أشياء وصابغة مثل الأعمدة. كانوا اثنين. يوم اللي وصل ليهم بدوا يمشون وياه، وبعدها ما أعرف شنو اللي صار، اختفوا ولا تلاشوا ولا دخلوا جداء، ما أتذكر شنو اللي صار بالضبط. فتفاجأت، ويوم اللي سألت الجن اللي عندي هذولا منو، قالوا هذولا حراس عليه في سبيل لا يتأذى. قلت لهم يتأذى من منو؟ قالوا من البشر، ترى أنتم مؤذين. فبذاك الوقت يعني حسيت أن الجن فقراء، وقمت أتعلق بيهم أكثر وأكثر، لغاية ما قمت أخلي يعني أخويا يجي للبيت، وأحيانا أقول له شوف أمي وطالع بيها وناظرها. وكان يجي بالليل، وكنت دائما أخذه للغرفة يعني، وأحاول أفتح الباب على كيفي وأدخله يطالع. بيوم من الأيام لقيت والدي صاحي أو صحى على صوتي، وأنا أقول له أنت جاي تشوفهم؟ وهو كان يجاوبني. فأبوي بذاك الوقت انفزع، تخيلوا أنتوا نايمين يعني ويدخل عليكم واحد حتى إذا كان ابنكم، ويتكلم يعني بشخص ميت حتى إذا كان ابنكم، وكذا وكذا، وشوف أمه شلون نايمة. فأبوي مباشرة انفزع من هذا الموضوع وقال أنت جاي تسوي هنا؟ وحتى كان يتنفس بالقوة. طبعا يوم اللي أنا شعلت الضوء لأن أنا كنت قريب، هو اختفى مباشرة. لكن والدي بذاك الوقت ما أعرف إيش بيه، يعني ظل يطالع بي بكل عجوبة وكأنه عيونه راح تطلع من مكانه، لغاية ما أتحمل مباشرة سقط. قعدت والدتي قال الشكو، قلت لها ما أدري. دخلت أخذ بذاك الوقت قلت لها مقراضة أو أي شيء، ما كنت أتذكر يعني بالمضبوط، لكن قلت لها دخلت أخذ حاجة. والدك إيش بيه؟ صارت عيطة بالبيت ما أعرف شنو. أخذنا والدي للدكتور، والحمد لله والشكر قدرنا ننقذه من سكتة قلبية. تعرفون ليش؟ لأن والدي بعد ما صحى كانت أكو مراية، قال شفت أخوك واقف بالمراية ويطالع بينا وانت كنت تتكلم بي. بذاك الوقت أنا نفيت هذا الشيء. الدكتور اللي كان يعني يم والدي قال لا تفكر بهيج مواضيع، ترى ماكو ابنك ميت. يعني بذاك الوقت حرفيا أخوي كان موجود، لكن هو جن ومتشكل وحب يعني يسوي فد شيء بالبيت أو قدر، لأن الجن نهايتهم هم يؤذون لا أكثر، لأن دولة شياطين. فاللي صار تكررت الحالة عدة مرات، لغاية ما بيوم من الأيام قعدت والدتي كانت تقول أخوك البارحة إجى علي بالحلم وطلب مني طلبات غريبة، إنه أني أجيب كذا وكذا بخورات معينة. فبذاك الوقت يعني الوالدة عاطفية زيادة راحت للسوق دورت على البخورات. العطار اللي كان يبيع البخورات قال لها حجية هاي البخورات يستخدموها الروحانيين، وهاي بخورات كذا وكذا. فبذاك الوقت قالت لا أريدهم، فجابتهم والدتي وبخرت بيهم البيت، كانت ريحتهم سيئة حقا. لكن بعد ما بخرت البيت أنا شوية اختنقت، وبعدها شعرت براحة نفسية. حتى قلت لهم كانت ريحتها مو طيبة لكن هسه صارت أطيب. وبالنسبة لوالدي طلع من البيت ما قدر يظل يشتم هاي الريحة السيئة مات. وبالنسبة لوالدتي ظلت قاعدة ومختنقة بالمكان وكانت تبكي. أقولها شبيك؟ تقول لي كل ما أبكي وعيون الدمع كأنه أشوف أخوك قدامي. لغاية ما صرخت مرة واحدة وقالت هذاك وأنا واقف يم الدرج. فقلت لها ما موجود أي أحد. بدت مرتين وثلاثة كل ساعة أشوفها بمكان، لغاية ما قالت أقسم بالله ذاك وانا، وقامت تسوى اللهم صل على محمد. طبعا الوالدة كانت على نيتها وعلى فطرتها.
هنا انقلب وضع البيت 180 درجة، وشبت بي النار من العدم بالمطبخ، يعني ما كان عندنا أحد شاعل نار، وبدت الأشياء بالبيت تصير يعني بغرابة، وحتى الأشياء قامت تتحرك، ووالدتي هنا قامت تصرخ بصوت عالي، وطلعت بذاك الوقت بدون عباء. وبالنسبة لوالدي كان واقف براس الشارع مهن لما شافها مفزوعة، وأنا ظلت بالداخل طبعا وراها، أنا ما أعرف شنو اللي حصل لي، سقطت على الأرض، لكن حسيت أنه واحد يغرز فد حاجة أو آلة معدنية أو سكين بظهري، حسيتها أنه يعني انضربت بالعمود الفقري، إحساس وشعور ما راح أقدر أوصفه لكم أبد. وبعدها أول ما صحيت بالمستشفى عرفت أنه أنا عندي خلل بالعمود الفقري وما راح أقدر أمشي، ويراد لعلاجات طبيعية، وكنت كل ما أتعالج بالعلاجات الطبيعية والعلاجات اللي كتبها 1 2 3 والعلاجات اللي كتبها الدكتور، كنت أشعر بظهري يتأزم أكثر، وقمت حرفيا ما أقدر أوقف على رجلي، لغاية ما يوم من الأيام الدكتور قال لأهلي بدون أي فائدة، هذا بعد خلص راح ينشل، وفعلا انشلت أطرافي السفلية بسبب ظهري، وكان عندي ثقل بإيدي اليسرى مو طبيعية، وما كنت أقدر أكل، وكنت أشعر أنه أكو جن موجودين يمي أو ناس موجودين حوالي، كنت أقول لوالدي لكن والدي ما كان يصدق، وكنت أرتاح يعني لما الوالدة تشغل قرآن يمي، لكن بمجرد ما أطفي ترجع حالتي السوء، لغاية ما تدخل واحد من أقاربنا من بعيد وقال لوالدي، قال له ترى ابنك عنده مس من جن، فوالدي قال له لا أنا عندي تقارير وأطباء وتحاليل، فقال له لا هذا ممسوس من جن. وطول ذيك الفترة كنت كاتم الموضوع وما تكلمت به يعني الأهلي، لأن بالآونة الأخيرة قمت أعرف كل المضرة صارت يوم اللي أنا قررت أفتح العين الثالثة أو أنظف الشاكرات أو أسوي إسقاط نجمي. راح تقولون وين الربط بين هاي المواضيع، راح أقول لكم إنه هاي المواضيع ما إلها أي صح، لكن هالمواضيع هاي لما أنت تخلي إيمانك بيها وموجود يمك جن وقريب وشيطان راح ينطيك الأداء أو أفضل أداء أنت تريده. يعني إذا أنت بيوم من الأيام يجي أحد يمك قريب عليك صديقك وتقول له أنت مسوي فلان حاجة وهو فعلا يطلع مسويها، فأنت هنا تفرح، والشيطان هو اللي خلى هاي الكلمة بإذانك، لأن هو وسوس لك أو خلاك تقول عدة احتمالات واحدة ورا الثانية ويطلع عن كلهن صح، فالشخص المقابل يتوهم وأنت تتوهم وأنت تقوم تزيد أكثر وأكثر، وبهاي العملية راح تبتعد عن مسار الطريق الإسلامي والقرآن والصلاة، وتقوم أي شيء يريده من عندك الشيطان تسوي اللي هي حتى إذا ما شكل إلك، ومجرد مواضيع تقوم تطلع قدامك تسويها، مثل صاحب القصة بالضبط كتب طلاسم وحضر جن على جسده، كان ينام عاري ويخلي إناث من الجن يعني تنام وياه، وحتى كان عنده يعني بطنه منتفخة بصورة غريبة وما حد يعرف هالانتفاخ شنو، لغاية ما اجي شيخ وهذا الكلام مرعب وخطير، قام يقرأ عليه قرآن وقال لهم ابنكم هذا يعني عنده جن، والجن متمركز كذا وكذا ببطنه وما يطلع، واحتمال حتى الجن مخلف ببطنه لان الجن يختارون اماكن يخلفون بيه. وبعدها قام يعالج ويعالج بيه لغاية ما صار احسن، والجن اللي كان بداخله طلع، وقام يحب سماع القرآن ويصلي هو جالس، لكن ما قدر يمشي مرة ثانية لأن الجن قبل لا يطلع من عنده قال له ظهره مستحيل بعد يرجع، وإحنا أخذنا اللي نريده وخلص وغادر من عنده. فالشيخ هذا قال لهم رحمة رب العالمين أوسع احتمال يقدر يعني يمشي، لكن للأسف صاحب القصة ظل مقعد بسبب شغلات سواها مالطيش لا أكثر. فهاي القصة لهنا وتنتهي بها عبرة وفائدة، ابتعدوا عن الطلاسم، ابتعدوا عن الكتب مال السحر، ابتعدوا عن الجن، تسمع قصة حاول تستفاد من عدها وتخليها نقطة إلك وسلاح، مو تروح تدور على جنية تزوجها أو غير شيء. عوف السيكو بيكو، نظف عقلك وانتظرنا غدا بقصة جديدة إن شاء الله.